بالمستقبل عندنا أفكاره يستقبل أنا بأفكاره وأستقبل لذا يفلح ولذا يقبل بلايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عندك مزبون خرقش مخبار خرقش خرقش لكن يا مرهون الدنيا حظوظ لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال ديجيتال شعباني كل الدنيا ديجيتال اسمع لي انت مخبرني ديجيتال طلقني وانا قلت لا الا اذا دفعتي لي 5 أضعاف المهر اللي دفعته حالش ساعتها كلمتين وبسمع شياهن ما مستبعد واحد مثلك يقول هذا الكلام اسمعني يا خليفة ترى بالنهاية انت الخسران لا تخوفيني بالخسارة يكفيني واحدة طلعت عني وخسرتني تقومي تطلعي لي انتي الخسارة انا ما ادانيها اكرهها تسوي لي حمة تجيلي سكتة قلبية واموت متى؟ ها؟ هنا ذي الخبز أقول لك مطر ما تعرف ليش حمدان غير فكرة الزواج من الخارج؟ لا لكن بيكون شاف المنتج المحلي أحسن هو الأفضل دائما لكن تعال أنت إيش سويت في موضوعك؟ إيه هيا موضوعي ود الحلال أنا تحسب عندي غوازي يومي تحت بغوازي شفتهن كلهن بيكفن حق تذكرة الطائرة هذا بيت حق الروح أما عاد الردة مرة ماشي البر زين لو تسويها سيرة بلا ردة بطر هل هذا عندك بالكلام تمشي المحن تسلم بعد من بعد من عشاء بروح وبسويها سيرة بلا ردة تعال 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 انت بتهون يا مطر علي بتهون انت اصلا لو سويت سيارتك كذي بلا رده وما رجعت معنا انا بتعب خلاص مبيب لي اكل انا من بيت حمدان ها مساكين قطع الفوادي يعني علاقتك علاقة مصلحة ها طبعا يا ولدي طبعا طبعا اصلا الدنيا الحين صارت كلها مصلحة في مصلحة وبيني وبينك ماشي مصلحة اصلا وجهك انت وجه مصلحة لا انت تنفعني بشيء ولا انا انفعك بشيء مطر أبوي خلينا المصلحة لأصحاب المصالح أوه أنا تأخرت عمي مرهون قال لي تعال بسرعة يباني تقف فيش بقال عمي شعبان أشوفك وايد غادي ملقوف أنت لا تنهر بيكي خير إن شاء الله يعني أنا قلت لك كلمة سؤال واحد خير إن شاء الله زعلت مرة بس ما بنقول لك شيء ما نبغى شيء ها هو بطه زعله زين تعال اقول لك ما بقى بس عندي لك خبر بيعيبك ها خذ اقول خلال هاليومين بس بتسمع خبر عاد بخبر طازت مرة هات خبرني شي مقول لي
أم قايل لك كيف أخلي لقافتك؟ ما بقول لك. وأنا هون عليك مطار، أنا هون عليك، خل أقول كلامك هيئ. كانت باني أقول لك خرخش مخباك، خرخش. زين مخباي ما في شيء، دوكو بس خرخشنا. هيا قول خلصت. حمي حمدان تعرفه؟ أها وراء إيش في؟ بيحرس. ها؟ مثل ما خيف لك يا مطر. اسمعني. أسمعك يا عمي أسمعك. ولا تنسى الحاجة اللي خبرتك عنها إنك تأخذها معك، تراها ضرورية. وخبر الدكتورة إن نحن باكر إن شاء الله من الصبح الساعة 10 ونكون معك. ولا يهمك يا عمي، باكر الساعة 7 أكون في المستشفى. تعجبني يا مطر شباك، تعجبني. مرمون. نعم خير. مرمون. انتهين ومخليني أنا وحدي. أنا تعبانة مرمون، راسي عورني من ذي الجحلة. باكر إن شاء الله بتتخلصين من هالجحلة للأبد، ما يهمك. تعالي الحين أكملك قصة الجحلة والخرس المفترس. تعالي تعالي تعالي. يا الله راسي مرضتني ذي الجحلة، ما راضية تخوز من فوق راسي. جحلة آخر زمن. ما خليل سامحني يا ولدي سامحني. نورت البيت، تفضلي ما تفضلي. انا اعرف شغلي معها زين، اعرف شغلي معها زين، بس خليه قرب من باب هذا البيت. خليل يا ولدي انا ما خبرتك عشان تسوي مشاكل، انا كل اللي سويته عشان احميك من خليفة ودادي دادا اخذت منك التنازل. ما انا اتعذب عشانك، انت تضحي بنفسك عشاني، انا لا يمكن اخليه يتعامل معاك بهالطريقة، لا يمكن اخليه. يا ولدي خلينا نفكر بهدوء وما نتسرع، ترى التسرع وصلنا الى هذا الموقف. بس لا يمكن يتعامل معاك بهالطريقة، وما دام وصلت هنا ما لازم ترجعي له مرة ثانية، وبنشوف يا انا يا خليفة. أظني هو خليل عشان خاطري شوي شوي تفهم معاه بهدوء وبدون مشاكل. لا تخافي يا أمي. لا تخافي، يصير خير. يا رب يا رب استر يا رب. نعم. كيف حالك ولدي خليل؟ اسمع يا خليفة، لا يكون في بالك إنك قادر تسيطر على الوالدة، لا غلطان وستين غلطان بعد. واليد اللي كفختك وضربتك بعدها قوية، سامع يا خليفة؟ ولا يكون في بالك إني خايف من السجن، لا أريدك تشيل هذه الفكرة من بالك، فاهم ولا لا؟ وليش السجن لا سمح الله يا ولدي؟ ليش السجن؟ نحن الحين أهل والمفروض ما تكون بيننا مشاكل يا ولدي. وإذا كان سؤالي عن أمك ثريا زعلك، خلاص يا ولدي خلاص، أنا ما بسأل عنها، هي الحين في بيتها وهذاك بعد بيتها، وإذا ما تبغى تجي ما مشكلة، خليها تجي متاين ما تريد تجي. إن شاء الله تبغى تنام هني الليلة خليها تنام، ولا خبرك حتى لو بغت تنام هني كل ليلة عادي، خليها تاخذ راحتها. ويلا أنا ساير عنك حاجة أمارة ولدي. خليفة خبيث لما شافك زعلان ومعصب راح غير أسلوبه وطريقة تعامله معك، لكن أنت زين سويت فيه خليل. والحين إيش تريدين نسوي؟ والله ما أعرف يا ولدي، كل اللي أعرفه أني لازم أطلق من خليفة، أنا مستحيل أعيش معاه. هذا الموضوع لازم يصير، لازم يصير، بس يحتاج إلى تفكير كبير كبير كبير. إنزين يا ولدي تعال نجلس ونفكر بهدوء إيش بنسوي. يلا
بسري بسري يا بنتي، روحي غرفتك، يمكن ماجد وصل. بس انتي ما كلتي شيء. الحمد لله رب العالمين، شبعت. مساء الخير. مساء النور. ممكن ادخل؟ عمتي انت صاحية ولا نايمة؟ صاحية يا ولدي صاحية. بس مشكلة الحارس اللي واقف لي عند الباب ما راضي يدخلني. مساء الخير يا عمتي. مساء النور يا ولدي. ايش هذا يا عمتي؟ ليش ما متعشية؟ ولا اكيد عشا بيتنا معك بنك. لا يا ولدي الحمد لله انا تعشيت. روح انت وزوجتك تعشوا مع بعض. لا 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 لا، ما يصير هذا الكلام، ما يصير. انا جايب عشا هنا في غرفتك عشان نتعشى كلنا مع بعض. ها ايش رايك؟ الحمد لله انا شبعت. وقولي حال هذا الحارس اللي جنبك انت ترى يمكن يتعشى معانا. حارس ها حارس ها، شل العشا وروح. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا زهران، كيف حالك أبوي؟ هي أنت؟ من أمس كان مجهول حرصك؟ ينتظرك بعد؟ ها؟ كيف؟ من؟ خليل نصيب؟ هي نعم نعم نعرفهم. لا يمكن، بس يمكن مغهوم، بس مغهوم بشرهم يا عم. أقول لا لا، مغهوم بيجي تو، مغهوم شوية راح المستشفى. نعم لا وبخير وعافية، ما في شيء، بس الأولاد شوية بعافية شوية، هي يجي بسرعة. أنت اسمعني زين، من تعاين الأرض تعال المكتب على طول، أنا بغلك في أمر مهم. إيه يلا مع السلامة، أنا في الانتظار، ترى وقتي من ذهب. يلا مع السلامة. الحين ممكن نزل القحلة اللي فوق راس الشاصيلة. ايه اتفقنا؟ ايه يلا نامي عشان اسوي لك عملية. نامي يلا. اذا سكر عيونك مثل المرة السابقة ولا تفتحيها الا لما اقول لك، اتفقنا؟ ان شاء الله ان شاء الله. ايه سكر عيونك مرة. ايه العملية صعبة ما سهلة. ايه هذا العملية غمضي ها غمضي. يا حلو هاي ما دبوس ولا اكبر. اوه اوه هاي ايش تسوي الدكتورة؟ طلع الجحلة طلع الجحلة. يلا عاشت دكتور، عاشت عاشت. يلا 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 عاشت دكتور. الحين هذه الجحلة بتطلع ان شاء الله بتطلع. الحين فتحي عينك يا اصيلة وشوف القحلة اللي كانت فوق راسك. افتح عيني. هي فتحي فتحي تو. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي قدام كيف هذا كحله؟ دكاتره ما يغلبهم شيء. دكاتره ما يغلبهم شيء. القحله معلوم هي. نعم القحله اللي كانت فوق راسك تحسس الحين في شيء فوق راسك؟ نعم ماشي. كيف اتحسس يا دكتوره؟ ايش الكلام؟ ولا اشوف الكحلة قدام عيني؟ ما يحتاج تحسس، ترى شيء باين دكتورة، باين شيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك يا اصيلة، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دكاترة هذا ما يغلبهم شيء يا ابوي، دكاترة الدحلة. نعم ما قصروا ما ارتحتي الحين؟ ما ارتحتي؟ ارتحت يا مرهون. الحمد لله. اقول لك لا وان شاء الله بتصيري احسن. لا ان شاء الله بكون احسن يا مرهون. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله بسم الله. شوي على عمي. مرهون. نعم. هذول الدخاتر طلعوا الدبوس. نعم. وطلعوا القحلة. ايه. انا اقول لك خل ابوي يشلونا ونطلع. خل 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 لا يطلع بعد شيء ثاني. يلا خل ابوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مرهون. يلا.
احسن اهدي احسنتي دكتوره احسنتي طال عمرك مشكوره مشكوره انا في مهله دكتوره ايش في بعد لا ماشي ماشي عجبك انك خدمتيها زين ملا انا اريد انسحب وين اصيله رجعوا لنا فلوسنا انتوا ما منكم امان رجعوا فلوسنا احسنكم وين فلوسي وين نصيب خليل لحقوا علي ابو يلا يلا تاخرنا تاخرنا يلا ما شاء الله تبارك الله ام عرس حمدان الله يبارك فيك اصيله اخبار ولدك ان شاء الله امين يا رب العالمين مبروك يا عمي الف مبروك مبروك مقدما والله انك عرفت تختار يا عمي على الاقل عشان تحسن نفسك الله يبارك فيك يا نصيب يا ولدي واقبالك ان شاء الله امين يا عمي والله اني اتمنى له حومه تسعد طول عمره امين يا رب العالمين الله يسمع منك كذا من قائمه تبغى لا 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 انت ايش خلا خلا انت خلا 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 يا رب يا رب رضية؟ إيه نعم ونصيب هو اللي قال لي لأني قبل شوية كنت معاه الله يوفقه ويوفق رضية معاه حمدان يستاهل كل خير هو نقلها ولا بعده؟ بينقلها بعد كم يوم زين يا ولدي وانت متى باغي تتزوج؟ أنا كنت مقرر أني أتزوج بس لما رجعتي حسيت أني غلطة بسويها لأني ما مجهز نفسي للزواج بس يا ولدي يمكن أنا ما بجلس هنا كثير أنت تعرف خليفة ما مني أمان أخاف يسوي لي مشاكل وأنا ما قد المشاكل كأنك ناوية ترجعي له لا يا ولدي لا أنا ما باغي أرجع له أنا باغي يطلقني خليفة مستعد يطلقني بس إني أدفع له ضعف المال اللي دفع لي إياه عشان يطلقني كأن عندك حل هالمشكلة بصراحة إيه أنا باغي حمدان يساعدني حمدان مرة ثانية هي يا ثوية ماشي أبويا عاد ما يفيد كم من سنوات ضيعناها من عمرنا وكم من سنوات انتظرتك لكن ماشي فايدة ضيعتي مستقبلنا وتزوجتي هذا اللي اسمه خليفة لكن مبروك ما أقول ليش غصبا علي يا حمدان وانت تعرف انه غصبا علي وانت عارف السالفة من أولها لآخرها وأنا يوم طلبت مساعدتك انت ما ساعدتني كان ولدي مدخل السجن كل شيء قسمه نصيب يا ثرية وكما يقولوا الدنيا حظوظ والإنسان اللي له حظه يأخذه واللي ما له حظ لا يجلس مكانه يعني ايش يا حمدان لا خلاص خلاص ما يفيد هذا الكلام يا ثرية ما يفيد ورضية ان شاء الله بعد كمين يوم تكون في بيتها معززة مكرمة احسنت احسنت يا حمدان والله يسعدك ويهنيك مشكور وما قصرت مع السلامة ماله مش زي عوايده ليه ده حبيبي مهما قالوا
مش ممكن اهون عليه. ماله ماله؟ ايه اصيله مالك خير؟ ايش اللي شاغل بالك؟ ايه ها ايه سرحانه؟ اول مره اشوف رحمه ونصيب ما يردوا على بعضهم، كانه في شيء بيصير. شيء مثل ايش؟ ما اعرف، لكن انت ما لاحظت على نصيب ورحمه لما كنا نتكلم عن سالفه الزواج سكتوا؟ والله بعدني انا ما فاهم في ايش تفكرين يا اصيله، بعدني ما فاهم منك. ولا انا فاهمه ايش اللي جالس يصير. ما صاير شيء الله يهديك انت، ما صاير شيء. اظني عند رحمه ونصيب صاير شيء. اصيله عليكم تعرفين شيء وما خبرتيني عنه، ايش مستويه؟ خبريني. ما اعرف شيء، صدقني ما اعرف شيء ابدا. لا ترى ايش اللي صاير؟ ما صاير شيء، ما صاير فيه شيء. لا فيك شيء. يا ربي هو غصب يكون فيه شيء. انت فيك شيء بس ما تبى تقول لي ليش؟ ما بعرف. تراني ما في بال بحالك. نصيب ها؟ انت ليش كذاك حاسد؟ وايد متحسد ترك علي وايد. مطر نعم. انا بغى اتزوج. ابي شفت كيف؟ عيب تقول ما في شيء. اظن ان عاد كفايه اربعة ايام وانت جالسه في بيتك. هذاك بعد بيتك الله يسلمك. قلت لك يا خليفه انا ما راح اطلع من هذا البيت، واللي تريد تسويه سوي. يا حرم استهدي بالله ولعن الشيطان وقومي خلينا نصير بيتنا. انا ما عندي غير بيت واحد هو هذا. فريوه لا تخليني اسحبش من ايدين اشتراني. ايش؟ اسمع، لو مديت ايدك مره ثانيه على الوالده بكسرها تكسير وبعلقها في رقبتك، فاهم؟ بس هي زوجتي. لما تكون في بيتك هي زوجتك، اما لما تكون هنا فهي امي، فاهم؟ ولا تريد افهمك بطريقتي الخاصه؟ لا 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 كل عاد ولا طريقتك الخاصه ولا يهمك يا عمي خليل. حاضر ابوي، حاضر حاضر. انا بشيلها بيتنا وهناك بتكون زوجتي. ما هذا كلامك؟ لما تشوف اذنك بتجي معاك. سمعت سمعت يا خليفة، حتى لو شفت اذنك مستحيل تشوفني في هذاك البيت. يلا يلا اطلع من هنا. يلا اظن سمعت كلام الوالدة ايش تقول. يلا اطلع برا، اطلع من هنا. خيبوه حي ابو صح مامي. رحمة خليني انا اصب الشاي عنك. لا لا نصيب انا اصب الشاي. انا اللي اصبه يا رحمة. لا لا انا اصبه انا. هاتوا الدلة، هاتوا الدلة وخلوني انا اصب لكم انتوا الاثنين. اصرتوا النفوات ابوي يريحونا من السالفة. اقول مجهول؟ نعم. جو كأنه في شيء، أظن يعني كحرب أو برد أو يعني ما أعرف كيف. أظن رطوبة، أظن رطوبة. بعد شوي بنعرف حالة الطقس واتجاه الرياح، يمكن تكون شمالية شرقية أو جنوبية غربية. أظني الجو اليوم محتدم. رحمة هذه بيضة متاية خاصة حالش متين.
تفضلي. شكرا نصيب. عفوا. لا 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 الجو اليوم نظيف ما في شيء، لا في غبار ولا تراب. نعم مبين. اقول عمي قول متى ان شاء الله زوجتك هتجي من البلد؟ والله كان يوم يوم هنا ما ترجع البيت ان شاء الله. انزين يا عمي، يعني مو رايك اننا نتزوج انا وانت في آن واحد؟ والله انا ما عندي مانع. يعني تتزوج من بعد؟ انا اتزوج رحمه. رحمه رحمه. صحيح يا نصيب تتزوجني انا؟ يعني خلاص يا زهراء، انا اعتبر الموضوع اللي بينك وبين منصور انتهى. لا يا اخوي السالفه طولت وايد. لا 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 تشيل هم، هذه ما اول مره نخسر فيها نحن. اي يلا الله يعوضنا في المرات القادمه ان شاء الله. المهم ان الموضوع اللي بينكم انتهى، هذا اهم شيء. زين يا اخوي حياك الله. يلا مع السلامه. حياك الله حياك الله. سلم. ايه ايه سوى بعد. يلا هاي ترى الحالة، نحن نخسر ما عليه، لكن نخسر الناس معنا ما يجوز. اي والله. ايه ايش بقى من المستقبل؟ خلي الواحد يعيش هالايام اللي باقت له، يكون مرتاح ونظيف. السلام عليكم يا مرهون. وعليكم السلام. سعود؟ ما اظن شيء ناقص في البيت يا سعود. ابدا يا عم مرهون. بس انا اللي مستغرب منك، ليش اصريت انك تجي معي علشان تشوف البيت؟ علشان اودعه. نعم؟ قصدي علشان ما رايح اشوفه مره ثانيه، لان بيني وبينك كل ما اجيب مستأجر البيت ويسمع عن قيمه الايجار يغير رايه ويتراجع. عفا عليك يا ابو نصيب، بامكانك تجي البيت في اي وقت. تفضل. احسنت احسنت. تفضل يا عم مرهون تفضل. احسنت يا سعود احسنت، لكن ما خبرتني ايش اللي رجعك؟ احيك ساعة تدرس 4 سنوات. تفضل استريح. ايش اقول لك يا عم مرهون، من يوم وصلنا ذيك البلاد الاولاد ما قدروا يتاقلموا مع الجو هناك، فقررت اني اجيبهم وارجع انا بنفسي، وكنت خايف انه البيت مأجر وادخل في مشكله ومعمعة كبيره. المهم الحمد لله على كل حال. زين الحين هين الاولاد؟ في بيت الوالد، ويمكن يمروا علي هني. الظاهر هم اللي جايين. عن اذنك يا عم مرهون وخذ راحتك. ايش كان ممكن يستوي لو اني تزوجت رضيه وسكنت هنا في هالبيت؟ اكيد كان بتستوي مصيبه وبطيح على راسي، لكن الحمد لله الله ستر. واسميني اني ختمتها زين. مشكورين يا ابو نصيب، وسمحوا لنا اذا غلطنا عليكم. فعليك انت اسمح لنا نكون قصرنا في حقك. ما قصرت ابدا. حياك الله، ان شاء الله راضي علينا. تمام اكيد. الله يسلمك. اقول اخوي. نعم. وحدي اشوف هذا المكتب العقاري ما فايدنا بشيء، ايش نسوي؟ قول لي. لا يا اخوي حمدان، الخير جاي في الطريق والمستقبل بعد قدامنا، ومن كل اللي صار احنا اكتسبنا الخبره واعتبرها دوره في الحياه بعد سن الستين، واحنا الحمد لله خلصنا كل مشاكلنا. خلصنا كل مشاكلنا صحيح، لكن هنا الفائده. ترى الفائده اهم شيء في الشغل. الفائدة لما ما تكون مديون حال حد، هذه أعظم فائدة يا حمدان يا أخوي. وإحنا الحمد لله خلصنا كل الديون اللي علينا، ما علينا شيء. يعني أنا وإنت توعد لازم نبدأ من الصفر مرة ثانية. لا وإنت الصادق، نبدأ من العشرة، والعشرة اللي ورثناها من أبونا الله يرحمه، ونكمل من العشرة إلى العشرين، وأولادنا وأحفادنا بيكملوا للمية.
اي نعم صحيح. بعدك ما فهمت معنى كلامي يمكن حمدان. ابغى افهم انا. ابغى تفهم؟ اي ان شاء الله. ما الحين ما فهمك. فهمت؟ هذا اللي اقصده. هذه المنة يا حمدان احنا ورثناها عن اجدادنا وابانا، ولازم اولادنا يورثوها منا ويورثوها لاولادهم. اي نعم، هذه المينة هي الخير والبركة ولازم نحافظ عليها. ما تغدي؟ تغدي؟ ماشي فايدة في التفكير. أكذب عليك يا ولدي يا خليل لو أقول لك ما خايفة. خايفة، خايفة من خليفة ليكبر الموضوع ويسوي لنا سالفة، وأنا ما بسيرتنا تكون على كل لسان. زين، وإيش مني مطلوب؟ ما عارف، ما عارفة يا ولدي. خليل، إيش رأيك نكلم مرهون؟ يمكن تشوف لنا حل المشكلة. أنت عمرش ما كلمتي عم مرهون، ولما تكلميه تكلميه عن مشاكلش مع خليفة. لا 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 يا أمي، أنا ما أعرف هذا الرأي. حكب إيش أسوي؟ إيش أسوي يا خليل؟ إيش رأيك نكلم شعبان؟ ها؟ نسمع منه رأي أو كلمة تنفعنا، وبعدين شعبان إنسان عاقل وفاهم. يعني لازم نكلم حد عن مشاكلنا ما؟ يا ولدي يا خليل، رأي اثنين أحسن من واحد، وثلاثة أحسن من اثنين، ها؟ وبعدين إحنا غرقانين ومحتاجين حد يساعدنا، وشعبان يمكن يبصرنا، ها؟ ويعلمنا ويساعدنا، إيش فيها؟ إيش رأيك؟ اللي تشوفيه، نكلم عم شعبان، كلمة. نعم. إيش نعم؟ إيش نعم يا شعبان؟ إحنا جايين قاصدينك تساعدنا وتحلنا مشكلتنا والتماسك لنا. نعم ونعم ونعم. نعم يعني أسمعكم أنتوا، بس عليكم تواصلوا الحديث. تواصلوا. نواصل ليش نقول؟ ترى كل اللي عندنا قلنا لك إياه. في الحقيقة والواقع يعني أنا أشوف الأخت ثريا غلطانة. غلطانة وايد بعد ما بشوية. ولا المفروض هي من الأول تختار الزوج المناسب لها، لكن إيش نسوي؟ قدر الله وما شاء فعل، والزواج قسمه ونصيب. يا شعبان، خلينا في مشكلتي اللي أنا فيها الحين، وأنت ماسك لي الواقع والحقيقة، الحقيقة والواقع. شوف لي حل، شوف لي حل مع خليفة. بما أن خليفة أصبح بعلك، أي بمعنى آخر زوجك، فمن المؤسف أني أقول لك هذه الأمور صارت معقدة أكثر من اللزوم، ولا تنفع فيها الحلول المؤقتة أبدا. الله يصبرك يا روح. ما فهمت إيش يعني؟ يعني في الحقيقة والواقع يعني أنا أشوف أن الأمر هذا لازم يرفع بالمشورة على الأخ مرهون، لأنه في الحقيقة والواقع هو أقدر مني في التواصل معه. مشكور، مشكور يا دكتور شعبان. خليل، خلع اللي بعده. زين زين، وجات الدكتورة وجرحت شوية في راسي. ايه، وطلعت الدبوس من جيبي وقالت له هذا اللي كان يطعنك في راسك. ايه ها؟ يعني ما طلعت الدبوس من راسي؟ لا، طلعته من جيبي. هاي صغيره مسكينه. يلا ها، أنا أقول ليش بعد راسي لحد الحين يطعني؟ أقول أصيلة، هذاك اللي يطعنش الدبوس في الحبش. إنزين إنزين، والجحلة؟ الجحلة بخبركم عنها بعد العرس. إيه. المهم مطر. نعم. إيش سويت اليوم؟ إيش سويت؟ ماشي عمي، الفرقة بتجي قبل العرس بساعة.
والعروس راضيه بعد ما توصل الليله. بسنون يا بعون. والعرسان نوبك يا حزين. انا استحي. نوركم بعد استحي. وانا بعد نوبك استحي. زيكي موقع مستحي. موقف لا تستحي لا تستحي. انت ان شاء الله نزوجك بعد ما نزوجك انا ونصيب. اتزوج من عمي. هتتزوج واحدة ميتة عن زوجها. من عند الباب؟ أنا ماجد يا أبوي، ممكن أدخل؟ تعال تعال دخل. بغيت شيء؟ بغيتك ترجع لصحتك ونشاطك وحيويتك. أنا ما أقدر أشوفك يا أبوي كذي تعبان ومتضايق وأسكت. وش تريد يا ماجد؟ انت اللي تامرني وانا علي السمع والطاعه. انا ما فاهم شيء بعد. لكنك فاهم اني انا اخاف عليك واقلق يا ابوي. حالتك هذه ترى ما عجبتني. انت حد مطرشنك علي يا ماجد؟ معقوله يا ابوي؟ معقوله حد يتكلم عليك يا ابوي واسكت له؟ لا، أنا جاي إنك من تلقاء نفسي وجاي خرجك من الكآبة اللي أنت فيها يا أبوي. الشيء اللي ما يجيب لك السعادة تركه أحسن. إيش تريدني أسوي؟ إيش تريدني أسوي؟ تريدني أطلق ثريا وأخسر مثل ما طلقت رضية وخسرت؟ بموت بتجيني سكتة قلبية. اشتري راحتك يا أبوي، اشتريها مهما كانت غالية يا أبوي. رجع لنشاطك وشغلك، أنت رجال صاحب مقاولات، وبسبب هذه المشاكل وذيك نشاطك نقص ودخلك بعد. انت تفرغت لمشاكل انت في غنى عنها. انا ما اقول لك لا تتزوج، بس يا ابوي لما تتزوج تزوج انسانه ما من وراها مشاكل. بعدين لحد متى تظل انت ومشاكلك مع عمتي ثريا؟ ثريا ثريا ثريا، خلاص انا قلت لها مستعد اني اطلقك، لكن بشرط انها تدفع لي اضعاف المهر اللي دفعته حالها. يا ابوي انت بهذه الحاله معناتك انك ما راح تطلقها، لان عمت ثريا لو عندها تدفع لك ما كانت زوجتك من اساسه. لو واحد غير والدي يكلمني بهالكلام كنت شكيت فيك، وكنت ظنيت ان ورا كلامك هذا مغزى ومعنى ونيه ما زينه. استغفر الله العظيم. لكن الحين بقول لك، اعطيني فرصه عشان افكر. خذ راحتك يا ابوي، خذ راحتك وفكر زين. يلا بعد اذنك. نعم خير. ايش تريد؟ أنا ما قايل لك لو شفتك هنا مرة ثانية بتشوف شيء ما شفته؟ الله يهديك. أظن إن ما زين نوقف عند الباب ونسولف كذي. الله يهداك. أنت رجال وتعرف الأصول؟ أشوف أسلوبك اليوم متغير عن كل يوم. يا ولدي نحن أهل، واللي يسرك يسرني واللي يضرك يضرني. بعدني أرد وأقول خلينا نصير داخل ونتفاهم هناك. إنزين تفضل. إن شاء الله. و
والحين ايش اللي تريده يا خليفة؟ يا ولدي ما بقى من العمر للقليل، والإنسان في هذا السن يبغى يعيش حياته بهدوء، وأنا جاي أقدم لكم الهدوء اللي أتكلم عنه. أنا ما في حيل أسير المحاكم وأسوي قضايا وسيرة وجاية، لا. إذا أمك تريد ترجع بيتها الثاني أهلا وسهلا، ما تريد ترجع فمثل ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. وهذا الشيء اللي هي تريده، بس انت حاط عليه شرط قوي. الشرط القوي بينزاح وبتكون المسألة عادية، ولو اني مصر على الطلب الاولي هو ان امك ترجع لبيتها اللي افتقدها. خليفة، ايش اللي صار فيك؟ أخاف يصيبني شيء قبل لا أقول سامحني يا رب. فأمان الله. وبعدين؟ بعدين خرخش مخبار، خرخش. أقول لك كمل القصة وأنت تقول لي خرخش مخبار، احتمال يرقد رقد على طول يعني؟ وبهذه الطريقة انتهت قصة عمي حمدان، قصدي السنور والفار. هات يدينك. هذه عيني، عيني. أنا ما بعينك، أبي يدينك، سوي لي هواه وقول لي كيف يعني صارت. قلت يا عمي شعبان وراي شغل. شرخة. زين يوم رقد. خليك عمي، أنا بروح أفتح الباب. عمي، تعال شوف من جاي. حي ابوه، اهلا وسهلا، تفضلي، زارتنا البركه. مساء الخير خليفه. مساء الخير والنور والسرور والعطور يا ريحه البخور. عمي مساك الله بالخير. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
تعال تعال وين ساير؟ تعال ابوي تعال. عمي هلا. عمي هلا والله. يا الله حبيبي يا عمي. شوي 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 عمي. دارت علي